ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال وصعد المنبر قال ما بال أقوام يؤذونني في أهلي وما علمت عليهم إلا خيرا. قالوا نعذرك منه يا رسول الله, قوله هو مين عشان ننتهي منه. فيسترجع النبي وينزل عليه الصلاة والسلام ويقول لعائشة يا عائشة إن كنت تلبست بشيء شوف وصل لفين, شوف وصل الأذى بالنبي لفين عليه الصلاة والسلام, والوحي كله متأخر وما نتنزل إلا بأمر إيش ربك لحكمة يعلمها الله, حتى تعلم أن أشد الناس بلاء هم من الأنبياء. كل ما ينزل بك أمر فيه مصاب تذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي أمي, يكون لك فيه التسلية ويكون لك فيه التسرية. ويقول يا عائشة إن كنت تلبست بأمر فتوبي الله يقبل التوبة. قالت ما أقول إلا كما يقول أبو يوسف, قالوا من شدة البلاء نسيت اسمه. ما أقول إلا كما قال أبو يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. نسيت من شدة البلاء أنه هو اسمه إيش يعقوب. هي الفقيهة العالمة المفسرة رضي الله عنها وأرضاها. تأتي المصيبة أحيانا تشل القدمين. بعض الناس لما يجي خبر صعب إيش بيحصل له, يسموه الشلل الطارئ, ما يقدر يتحرك ذاك الله خير. وبعض النساء لو جاها خبر مفزع ممكن يحصل لها إجهاض إن كانت إيش إن كانت حاملا. وبعض الناس يجيله جلطة وبعض الناس يموت. الله يعافينا وإياكم من الأخبار السوء. ولذلك ربنا قال إيش واستعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس جاله خبر موت أحد أبنائه فنزل من على الدابة وتوضى وصلى, قال اللهم إنك أمرتنا فأتمرنا فأتينا ما وعدتنا, ثم تلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ومرت الأيام والنبي جاه زيارة وإذا به يغط حتى غطاه أبو بكر, معناها الوحي إيش الوحي نزل. ثم لما سري عنه قال أبشري يا عائشة فقد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات. قالت والله ما أشكر ولا أحمد إلا الله رضي الله عنها وأرضاها. قال إني أعلم متى تكون علي غضب ومتى تكون علي راضي, إن قلت ورب إبراهيم أنت علي إيش غضب, وإن قلت ورب محمد أنت علي راضي. قالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا برئت رضي الله عنها وأرضاها, وأقيم الحد على من أقيم من الصحابة الكرام. ونزلت الآية لما قال أبو بكر والله ما عد نعطي مصطح ما كنت أعطيه, ربنا قال له ولا يأتلي, يعني ما لا يتوقف في الخير والبر ولا ينقطع. أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر. قال بل أحب أن يغفر الله, أحب أن يغفر الله لي. وإن قوما ما زالوا على أذاهم لعائشة فأبى الله إلا أن يدموا أنفسهم في كل سنة حد الفرية, بل منهم من أتى وذبح ابنه. وأبى الله عز وجل إلا أن ينتقم لعرض المبرأة الحصان الرزان زوجة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقوام ما زالوا يرمونها بإيش يرمون بالفاحشة. والله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا.